وانا عايز اسمع مدائح حضرتك. عارف ليه؟ اتفضل. لان بصراحه انا عايز اسمع المدائح لكي لا يحترق قلبي شوقا لحضره النبي صلى الله عليه وسلم. لان اذا تكلمنا عن اشواق حضره النبي صلى الله عليه وسلم، حضره النبي صلى الله عليه وسلم هيج الاشواق في قلوبنا، فقال: اشتقت لاخواني، اشتقت لاحبابي. مين فينا يصبر؟ انا دايما بقول لاحبابي لو ان الواحد منا كان قاعد وسيد مكان سيدنا معاذ ورسول الله بيقول له: اني لاحبك يا معاذ. فرسول الله من عادته يبسط بسط الحب وبسط الحنان وبسط الود لاحبابه. ولذلك يا رسول الله اسالك ان تشهد لي عند الله بهذه الحلقات بانني اقول لك احبك واشتاق اليك، ونقول لك اننا نحبك ونشتاق اليك كما تشتاق إلينا. وأنت صاحب الفضل، أنت الذي فتحت باب الشوق. نحن ما كنا ندري ما معنى أن نشتاق إلى هذا الجناب العظيم. أنت الذي أذنت، كان ممكن أن نخجل. وكيف لا نخجل ونحن أصحاب المعاصي؟ كيف لا نخجل بأننا نقول بأننا نحبك، وأنت الذي أذنت لنا أن نحبك يا رسول الله؟ فالفضل منك وإليك يا رسول الله. واسمح لنا أن نحن نعبر عن حبنا لك. نسمع نقول ايه بقى يا شيخ محمود؟ نقول ولد الهدى في الكلام. يلا ما شاء الله، ولد الهدى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. نعم نعم نعم. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. صدقت صدقت. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. يا رسول الله، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضحى. الله الله. الصبح بدا من طلعته. يا سلام. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافرته. المدد المدد يا رسول الله، دخيلك دخيلك يا حبيب الله. فقر الرسول فضلا وعلا، فقر الرسول فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. أهدى السبل لدلالته. المدد المدد يا رسول الله، دخيلك دخيلك يا حبيب الله. ف
فمحمد هو سيدنا فالعز لنا لإجابته المدد المدد يا رسول الله داخلك داخلك يا حبيب الله الله عليك. أحسنت يا شيخ محمود.